السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ فيديو النهاردة مشتريات يا بنات، مشتريات اخيرا. طبعا انا عارفة ان في ناس بتعمل فيديوهات المشتريات دي كل شهر، بس انا صعب جدا ان اعمل فيديوهات المشتريات دي كل شهر، فانا بحاول ان اجمع لكم اكبر كمية من المشتريات مرة واحدة ونعمل بيها فيديو، تمام كده؟ كل كام شهر يعني. وطبعا في حاجات وصلتني برضو هتخش في الفيديو، والحاجه اللي انا فاكره سعرها هقولها، الحاجه اللي انا مش فاكره سعرها مش هقولها سامحوني. وهتلاقوا في حاجات اوريدي انا استخدمتها وعملت لكم عنها ريفيوهات، هقول لكم ان انا عملت لكم عنها ريفيوهات وهسيب لكم اللينك تحت. في حاجات انا جربتها واوريدي خلاص خدت عنها فكره، هقول لكم رايي فيها في الفيديو او الراي المبدئي فيها في الفيديو، عشان كده ممكن الفيديو يبقى طويل شويه لانه مش مجرد مشتريات، لا كمان هكلمكم عن المنتجات. تالت حاجة، في منتجات طبعا هكون لا لسه عايزة استخدمها اكتر عشان اقدر احكم عليها. لكن الحاجة اللي اوريدي انتوا هتلاحظوها في الفيديو وهي انه معظم الحاجات اللي انا جايباها هي حاجات سكين كير. ليه يا رورو؟ ليه؟ لان انا حقيقي حقيقي الفترة الاخيرة بقيت مهتمة جدا بالسكين كير، مهتمة جدا لاني عرفت يعني ايه بشرتك تبقى كويسة. فلما دقت يعني ايه الواحد تبقى بشرته كويسه، فحابه احافظ على ده، حابه اكمل، فحابه اجرب حاجات اكتر، حابه اجرب حاجات ليها فعاليه اكتر، حابه اكمل في مشوار ان الواحد يهتم ببشرته. ولاقياكوا انتوا كمان مهتمين، فمبسوطه جدا على فكره ان البنات بقى عندها ثقافه ان انا اهتم ببشرتي، مش كله ميك اب ميك اب ميك اب. فالثقافه دي لازم تبقى بجد عندنا كلنا، لانها حاجه مهمه جدا ان انت تبقي عايزة تنزلي من غير مكياج اساسا. انا الحمد لله بشرتي مش محتاجة، فاهمين الفكرة؟ فيا رب يعني ما كنتش رغيت كتير، ويلا بينا بنخش على الفيديو، لان احتمال كبير الفيديو ده يتقسم على اتنين لانه هيبقى فيديو طويل. يلا بينا. اول حاجة جبتها هي التنت بتاع حسناء، تمام؟ بقيت بستخدمه كتير جدا، حطاه دلوقتي، بحطه في كل الاوقات الصراحة. المفروض ان هما 3 درجات، بس في درجة واحدة صاحبتنا استولت عليها وهي آية أختي، طبعا تقريبا كلكم أو معظمكم عارفين آية. طبعا آية فاتحة قناة برضو على اليوتيوب، ولكن قناتها بتتكلم عن الفاشون واللبس وتنسيق الملابس. أنا عارفة إن الموضوع ده بيهمكم كلكم، فروحوا على قناتها، هسيب لكم لينك قناتها تحت، روحوا على قناتها وقولوا لها أنتوا جايين من عندي ودعموها، وهي إن شاء الله بإذن الله هتفيدكم جدا لأن هي أستاذة في الموضوع ده يعني. فزي ما قلت لكم هنرجع لموضوعنا، وهو تنت حسناء. المفروض ان في 3 درجات، اللي هي الاستروبري اللي هي على الاحمر اللي انا اوريدي حطاها، وفي درجه اللي هي ابريكوت، ابريكوت دي على اورنج شويه، والدرجه الثالثه مانجو، اسمها مانجو، بتبقى بتدي تان شويه كده جميله قوي، عشان كده ايه سحبتها، تمام؟ واللي عايزه اقوله لكم ان انا عامله لكم ريفيو عن التنت اصلا، مش عارفه هينزل امتى، بس ان شاء الله انتظروه، الفيديو ده هيعجبكم قوي، تمام؟ نخش على الحاجه اللي بعدها. لا نسيت اقول لكم، الواحد يا بنات وده اكتر حاجه عجباني فيه، ان هو كله من مواد طبيعيه وسعره تحفه، سعره 25 جنيه، فيعني يا بلاش بجد يعني، فتحفه بصراحه. طبعا هسيب لكم لينك حسناء تحت، وهسيب لكم لينك اي جروب بتكلم عنه تحت في صندوق الوصف، تمام؟ نخش على الحاجة اللي بعدها، وهي هدية وصلتني من صفحة اسمها آية باجز او يويو باجز. الهدية دي كانت سبيشال جدا بالنسبة لي، وكانت مميزة جدا. ليه؟ لان هي هاند ميد، يعني مصنوعة لي انا مخصوص. احساس ان الحاجة تبقى مصنوعة لك انتي مخصوص دي احساس حلو قوي بصراحة. واللي متابعني على انستجرام، تابعوني على الانستجرام، بقول لكم اسمعوا الكلام وتابعوني على الانستجرام. اللي متابعني على الانستجرام شاف الهديه اول ما وصلتني. فالهديه دي هي ايه بقى؟ اول حاجه هذا السله، او هذه السله الكيوت ببشاعه، كيوت جدا. شايفين اصلا شكلها عامل ازاي؟ كيوت كيوت كيوت. هي كانت عاملاها لي بصراحه علشان احط فيها الفرش، بس انا لقيتها كبيره على الفرش قوي، لان هي كمان ايه بتعمل احجام صغيره للفرش. استخدمتها في حاجه مهمه بالنسبه لي، مهمه جدا جدا. بصوا حطيت فيها البيوتي بليندرز كلهم. انا عايزه اقول لكم لا، في بيوتي بليندرز تانيين بيتغسلوا لسه، بس جمعت فيهم البيوتي بليندر. يا جماعه البيوتي بليندر دول كانوا تعبانين معايا جدا يعني، حقيقي بيترموا في اي حته، بيتحطوا في الادراج بتاعه المكياج، فبيطلعوا لونهم هم زفت زفت يعني، بيتدهدلوا. فحقيقي حقيقي البتاع دي يعني ساعدتني جدا، غير ان هي اصلا شكلها على التسريحه حلو قوي. فبجد شكرا يا ايه، واصلا قريب انا هطلب منك ليا يعني،
كام واحده تانيين لان شكلهم على التسريحة حلو قوي. فدي اول حاجه. تاني حاجه بعتتها لي اللي متابعني او اللي عارفني او معرفش تعرفوا عني المعلومه دي ولا لا، وهي ان انا بعشق الشنط الباك يا جماعه. انا اصلا من ساعه ما الشنط الباك رجعت تاني وانا بطلت البس الشنط العاديه خالص خالص، ما بلبس غير الشنط الباك اللي بتتلبس على الظهر. ف ايه عملتي الشنطه دي اصلا؟ بصوا الشنطه كبيره قد ايه، بتاخد كل حاجه، بتاخد كل حاجه، شنطه كبيره جدا تمام. وبصوا بقى من ورا اهي اكتر حاجه عجباني. طبعا انا شفت حاجات هاند ميد كتير لان انا بنزل اوبن دايز كتير، فشفت حاجات هاند ميد كتير، لكن بصوا المميز عند آية ان هي حقيقي بتستخدم ماتيريال حلوه جدا. بصوا الحلقه دي عامله ازاي، بصوا الحلقه دي، بصوا الماتيريال نظيفه ازاي، بصوا الحلقه تخينه ازاي وعامله ازاي تفاصيلها. الشنطه من جوه مش مجرد خيط كده معمول وخلاص، لا لا، بصوا من جوه كانك مشتريه شنطه من المحل. بصوا متبطنه من جوه ازاي، بجد تحفه تحفه. وطبعا انا اللي مختاره الالوان الصراحه، وهي عامله ماركه لنفسها وبتحطها على الشنط. فتخيلي انت بتختاري شنطه معموله على مزاجك، يعني انت بتختاري الشكل واللون وكل حاجه انت بتختاريها وبتتعمل لك على مزاج مزاجك يعني تمام كده. نيجي للحاجة اللي بعد كده، الشنطة الكيوتنس دي. بصوا دي معمولة على شكل ميكي ماوس اصلا اهي، دي كانت عاملاها لبنتي اهي. وبصوا الايد بتاعتها، هي ايد بتاعتها طويلة شوية بس الشنطة حلوة جدا جدا. وبصوا ماسكة نفسها وواقفة ازاي، مش بايظة. وبصوا من هنا كمان الماتيريال حلو جدا، حتى السوست اللي هي مستخدماها حلوة جدا. بجد تسلم ايدك يا آية، حلوين جدا. وطبعا هسيب لكم لينك صفحة آية تحت في صندوق الوصف. وعايزة اقول لكم ان انتوا لما تخشوا الصفحة انتوا هتتبسطوا من جمال الحاجات اللي هي بتعملها. الحاجة اللي بعد كده هي منتج هندي للشعر. وبما ان انا بتكلم على منتج هندي فطبيعي تكونوا عارفين الصفحة اللي انا هتكلم عليها. ايوة صح، اولك انديان. طبعا صفحتي المفضلة للمنتجات الهندي هي اولك انديان. ليه يا رورو وليه صفحة اولك انديان؟ لان صاحبته يا جماعة شيماء هي مش مجرد سيلر بتبيعلك وبتمشي، لا لا، هي اول حاجة هي فاهمة بتبيع ايه كويس جدا، فاهمة المنتج بيستخدم ازاي، ولو حصل حاجة بتعملي معاها ايه، وامتى يحصل مش عارفة ايه، وبتشرح لك كل حاجة وتقول لك ينفع لك ولا ما ينفعلكيش، شعرك نوعه ايه، طب عاملة كرياتين ولا لا، طب يعني مش مجرد سيلر بتطلبي منها الحاجة وتبعها لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا، هي انسانة يعني بتخشي تسأليها لو سمحتي هو ده استخدمه ازاي، لو سمحتي هو ده ممكن اعمل بيه ايه، هو يعني حقيقي واحدة بتفهم. عشان كده انا بحب اجيب من عندها حاجات الهندي، خاصه ان انت بتشتري منتج مش معروف، يعني منتج مش موجود في الاسواق تنزلي تشتريه من اي حته، فمنتج لازم الحد اللي بتجيبيه من عنده يكون فاهم هو بيبيعه ليه وعشان ايه والكلام ده كله. فالمنتج اللي هنتكلم عنه النهارده هو زي ما انتم شايفين في ايدي ميرا باودر. هو ميرا باودر طبعا غني عن التعريف، يعني ميرا باودر يعني كل الناس عملت عنه ريفيوهات تقريبا، واجانب ومصريين وهنديين وكل حاجه، ولكن كان لازم اقول رايي برضو في الميرا باودر. الميرا باودر ده عباره عن شامبو عشبي. بصوا يا بنات هو عباره عن اعشاب، عارفين زي التوابل كده لما بتشتريها، بصوا اهو هو عباره عن بودره. بس اول ما بتفتحي العلبه ريحه بتعبق المكان اساسا، ريحته اعشاب جدا. ده شامبو عشبي ما فيهوش اي مواد كيميائية اصلا تمام. الميرا باودر ليه فوائد كتير جدا للشعر، المفروض ان هو بيغذي الشعر وبيطوله ومش عارفة بيعمل ايه، بس انا غرضي الاساسي من استخدام الميرا باودر هو القشرة الحقيقة، مش هكذب عليكم، ان انا اضيع القشرة. الميرا باودر ساحر يعني فعليا. الميرا باودر بتلاحظي اختفاء القشرة من شعرك او ان هي بتقل خالص من تاني غسلة، من تاني غسله بدون مبالغه. ولو انت القشره في شعرك اصلا مش كتير، من اول غسله هتشوفي النتيجه بتاعت ميرا باودر حقيقي. فالميرا باودر في موضوع القشره حلو جدا. ولكن ليا كذا تعليق على الميرا باودر في طريقه الاستخدام تمام. فبس انا مش عايزه الفيديو يطول مننا قوي، فلو انتوا عايزين ريفيو كامل عن الميرا باودر اكتبوا لي تحت في الكومنتات ان انتوا عايزين ريفيو لوحده عن الميرا باودر، وانا هعمله لكم ان شاء الله باذن الله. ولكن هو كمنتج حلو جدا تمام كده. هسيب لكم طبعا صفحه اويلك انديان تحت في صندوق الوصف، مش محتاجه يعني.
بما ان احنا دخلنا على منتجات الشعر فهكمل في منتجات الشعر شويه، وهنقول على المنتج اللي انا استخدمته بعد كده للشعر، وهو زيت دكتور ميركل، اللي هو ميركل فعلا. تمام. زيت دكتور ميركل من المنتجات اللي واخده ضجه مش طبيعيه عن او في مجال الشعر عامه، او دكتور ميركل يعني كماركه امريكي. فكنت حابة جدا ان انا اجربه، خاصة ان انا واحدة حصل لي دروب جامد جدا في شعري، جامد قوي قوي. فكان الفترة الاخيرة كان لازم ان انا اهتم بشعري جامد، فكان من الحاجات اللي انا استخدمتها هو الزيت بتاع دكتور ميركل. بصوا زي ما انتم شايفين انا مستخدمة منه كمية حلوة اهو لحد هنا، كل ده انا مستخدماه لان الزيت بيجي مليان لاخره الصراحة. الزيت ميريكل، يعني الزيت ميريكل يا جماعة، الزيت حلو جدا جدا جدا. يعني ليه تأثير على الشعر فعلا رائع، يستاهل الضجة اللي معمول عليه، يستاهل الضجة اللي معمول عليه، يستاهل تمنه. يستاهل تمنه. الزيت دوت كان من صفحة وقام يا بنات، كان تقريبا والله اعلم كان ب300 جنيه على ما اظن، مش فاكرة قوي. يعني انا عايزه اقول لكم ان من كتر جمال الزيت دوت انا قررت ان انا هجيب مجموعه دكتور ميريكل كلها وهجربها، او هعمل بيها تريتمنت. يعني حقيقي مجموعه تستاهل التجربه اكيد بعد ما جربت الزيت ده. فان شاء الله باذن الله انا هجيب المجموعه كلها وهجربها، لان الزيت ده ابهرني حقيقي يعني. فده كده تاني حاجه للشعر، وطبعا هسيب لكم لينك صفحه وقام تحت. وبما ان احنا دخلنا صفحه وقام فهنكمل على الحاجات اللي من صفحه وقام. في عندنا بعد كده الثلاث غسولات دول من اورفلام، تمام، دول من عند صفحه وقام برضو اهم. تمام. هنيجي نتكلم على اول واحد اللي هو سكين كير 2-in-1 فيس ووش سكراب. ده يعني ده اصلا انا مش محتاجه اكلمكم عنه، لان ده اصلا تاني واحده ماشي غير اللي بتموت جوه في الحمام عندي، فدي تاني واحده. فاصلا ان انا اكرر حاجه دي حاجه ما بتحصلش في التاريخ، لان انتوا عارفين ان انا دايما بحب اجرب حاجات جديده، ما بحبش اكرر الحاجه كذا مره. فلما اكرر حاجه دي حاجه وهميه يعني. ففعلا السكراب ده حلو جدا جدا جدا، ده زائد ان تمنه ولا حاجه يا جماعه، احنا مش عارفه بنتكلم في 65 ولا 75 جنيه، فيعني ده ولا حاجه بالنسبه للي هذا المنتج بيقدمه. تحفه، حلو قوي بصراحه يعني، رهيب. تمام. نيجي بعد كده للغسولين دول، الغسولين دول من اوروفلام برضو. الصراحه ان هم غسولين حلوين، يعني هم غسول حلو صحيح، هم مفهومش حاجه مفهومش حاجه مميزه قوي يعني بتميزهم، ولكن هما كغسول الافكت بتاعهم على البشره حلو، بينضفوا كويس جدا، حلوين قوي. بس هو اللي هو الاورنج ده ريحته حلوه، يعني في ريحه اورنج على يوسفي كده، يعني ريحته جميله ومنعشه قوي. لكن هما الاثنين صراحه غسولات حلوه طبعا، وكالعاده بنحب نقارن دايما بالسعر، فسعرهم حلو جدا. انا اسفه على اصوات الكرتون اللي انتوا سامعينها. فهما بالنسبه لي غسولات حلوه قوي بصراحه، وانا لسه طبعا بستخدمهم يعني. انا اسفه جدا، تقريبا دي سندريلا، يا ترى سندريلا ولا اليس في بلد العجائب؟ هروح اشوف وابقى اجي اقول لكم. طلعت اليس في بلد العجائب يا بنات. نخش بعد كده على الحاجه اللي من صفحه وام برضو، الا وهي هذا المست من اورفلام برضو، اسمه ميس يس تو لاف. تمام. المفروض ان المست دوت فيه كذا ريحه يعني، بس هي دي اللي قام بعتتها لي، وده شكل البوتل بتاعتها، حلوه جدا، كيوت قوي اصلا البوتل، وريحتها حلوه قوي قوي قوي. لو انت بتحبي الروائح زي ما قلت لكم قبل كده، لان دي الروائح المفضله بالنسبه لي، لو انت بتحبي الروائح بتاعت فيكتوريا سيكريت والحاجات الخفيفه دي فهتحبي ده جدا. تمام. ولكن نقف هنا وقفه بسيطه حابه اتكلم عليها. لو انتوا عارفيني كويس فانتوا عارفين ان انا بحب جدا المنتجات بتاعت ايفون عامه اكتر من اورفلام شويه، ولكن لما يكون في حاجه في صالح اورفلام برضو لازم نقولها.
انا جربت كذا مست من ايفون الصراحه، يعني دول اللي موجودين دلوقتي قدامي، لكن انا مجربه كذا حاجه منهم. عندنا ده اول واحد، وعندي ده تاني واحد، دول من ايفون. زي ما انتم شايفين ده اصلا انا اوريدي تقريبا ما استخدمتوش، تمام؟ ده يعني مش عايز اتكلم، وده يعني بستخدمه حبه ومش اصلا ريحته مش عجباني. عايز اقول لكم ان انا حاطاه لتسريحه بنتي بتلعب بيه يعني، تمام؟ ايه بقى مشكلته؟ ان نسبه الكحول فيه رهيبه رهيبه، وريحتها نفاذه. يعني عايز اقول لكم بتاع اوروفلام برضو كحول، يعني فيه كحول بس مش بالطريقه دي. يعني عايز اقول لكم ان مثلا ده لما بترشيه انت بيخش في نخشيشك كده كحول، حتى الريحه بتاعته ضعيفه لدرجه ان الكحول هو اللي بيبقى ليه النسبه الاكبر في الرش. فطبعا ده انا ركناه تماما، ما استخدموش خالص. ده بقى اصلا بغض النظر ان ريحته مش عجباني، ولكن نفس الكلام الكحول فيه ريحته عالية جدا، تمام؟ لكن بتاع اوروفلام الحقيقة انه ريحته اقوى من الكحول اللي فيه. يعني بتحسي ان انت بترشي برفيوم، بتحسي ان انت في ريحة حلوة محطوطة عليكي، فريحته احلى بكتير، ونسبة الكحول فيه مش قوية قوي. او هو طبعا نسبة الكحول فيه عالية برضه، ولكن مش هي الريحة اللي بتطلع اول ما بترشي زي بتاع ايفون الصراحه. فدي كان حاجه حابه ان انا اقولها في حق اوروفلام او المست بتاع اوروفلام. وطبعا زي ما قلت لكم ده من عند صفحه وئام، هسيب لكم لينك صفحه وئام تحت. الحاجه اللي بعد كده هي العرض ده اللي هو الفيتامين سي بتاع كولجير، ده لما انطقها صح يعني اسمه كولجير، والكريم العين بتاع كولجير برضو. ده كان عرض زي ما تشوفون كان ملفوف على بعضه، يعني ده كان عرض كنت جايباه من على جوميا. المفروض يا بنات اصلا ان الفيتامين سي بتاع كولجير ده لوحده سعره، بصوا مكتوب عليه سعره 189 جنيه، يعني 190 جنيه لوحده، هو لوحده ب 190 جنيه، والكريم العين ده لوحده برده ب 140 جنيه، تمام؟ يعني ده ب 140 وده ب 190، كل واحد لوحده. فكان العرض على جوميا ان الاثنين مع بعض ب 188 جنيه، ماشي؟ يعني باقل من سعر الفيتامين سي لوحده. فكان عرض بصراحه يعني ما يتفوتش، وكان بنات كتير جدا سأليني عليه، فقلت لا لازم اجرب اجيب بقى، انتهز هذا العرض الفظيع واجيب الاثنين واجربهم. فدول تحت التجربه، تمام كده؟ الحاجه اللي جبتها بعد كده، ودي انا عملت لك ودي انا عملت لكم عنها ريفيو، هي الكريمات بتاعه ايفون اللي هي بتاعه ايدجلس، اللي هي بتاعه علامات تقدم العمر، الكريم الصباحي والمسائي. الكريمات دي يعني جميله جميله جدا، وبالذات انتوا عارفيني طبعا، اللي اتفرج على الريفيو هيعرف ان انا بعشق بتاع الليل. هوريكم شكلهم من جوه، ده بتاع الصبح، تمام؟ لونه ابيض ومليان حبيبات صغيره كده، وده بتاع الليل. هو عامل هو جل لونه اورنج، وبرده مليان حبيبات صغنونه كده، تمام؟ فدول انا قلت اوريدي عملت لكم عنهم ريفيو، هسيب لكم لينك الريفيو تحت، وهسيب لكم طبعا صفحه بيع منتجات ايفون. نيجي بعد كده لحاجه ما بقدرش استغنى عنها ابدا، ومهما اجرب محلولات، اسمها محلولات، يا ترى جمع محلول محلولات ولا محاليل؟ محاليل باين. محاليل للعدسات، برجع تاني لاوبتي فري. يعني مهما جرب برجع له تاني بصراحه، افضل محلول للعدسات. ده كان ب 100 وحاجه، يعني ده كان داخل على 200 كده والله اعلم. المهم ان هو يعني مش رخيص، ده الحجم الكبير. الحجم الصغير منه ب 90 جنيه. ده الحجم الكبير ده 355 مللي، تمام كده؟ ده من الصيدليه عادي. نيجي بعد كده للطرح دي. الطرح دي بقى ايه؟ هي اللي جايباها لي الصراحه، ايه اختي، فادخلوا بقى اسالوها هي جايباهم منين الصراحه. هسيب لكم كده هسيب لكم لينك القناه بتاعتها، فانتوا ادخلوا واسالوها جايباها منين. بصوا الطرحه دي جميله وخامتها حلوه جدا، حلوة قوي، عجبتني فوق ما تتخيلوا الصراحة، عجبتني قوي قوي. جميلة جميلة جميلة، ولونها حلو قوي بصراحة، رائعة. والتانية شبهها شوية، بس الخامة مختلفة الصراحة، مش هكذب عليكم. اهي دي فيها بقى الخط الابيض ده من فوق، بس التانية فيها من فوق وتحت اهي،
برضو حلوة قوي، بس الخامة مختلفة يعني، هما الاتنين شيفون بس الخامة مختلفة، عشان كده دايما يعني سيبكم من الشكل، اهم حاجة الخامة بتفرق، بس هو اللون حلو قوي، اللون الجملي ده جميل. الخامة هقول لكم بقى الفرق في الخامة، الخامة بتاعت الاسود اطرى واحلى من الخامة دي، دي خامته احلى الاسود تمام. فالاتنين دول برضو من الحاجات اللي حبيتها جدا في الحاجات اللي جاتلي. ننتقل دلوقتي على حاجة تانية، وهي اخيرا اخيرا جبت هذا المنتج، وهو الاداة بتاعة تنظيف الفرش يا بنات، اهي ده بيبقى شكلها تمام. انا مش عارفة الاداة دي انا ازاي ما كنتش جايباها قبل كده، حقيقي الاداة دي حلوة جدا، بتنظف الفرش حلوة قوي قوي قوي، هتفيدك جدا لو انتي اصلا ما عندكي يعني انتي واحده ما عندكيش فرش كتير وعندك عدد صغير من الفرش، مش معقوله هتقعدي تغسليهم كل شويه، لانه لو قعدتي تغسليهم كل شويه اللهم ان الفرش دي مش هتقعد معاكي، لانها شعرها هيقع مهما كانت الماتيريال بتاعتها حلوه، الكتر الغسيل بيبوظ الحاجه. فدي حلوه جدا جدا، وبرده هتفيدك لو انتي في فرش معينه، حتى لو انتي عندك فرش كتير، لو في فرش معينه انتي بتحبي تستخدميها على طول وهي اللي بتسعفك وعايزه تستخدميها في كذا لون، فدي هتنضفها لك جدا. وعايزه اقول لكم ان هي مش بتفيد بس في فرش الاي شادو، لا انا عايزه اقول لكم ان هي حتى فرش البرونزر والبلاشر، لان في ممكن تكون فرشه واحده يعني مثلا زي الفرشه دي انا بحبها جدا في البلاشر وفي البرونزر، عايزه اقول لكم ان الفرشه دي كان لونها اورنج والله بجد، يعني كان لونها اورنج وقعدت انضفها في دي رجع لونها عامل كده. فحقيقي المنتج ده حلو جدا، ده من صفحة الدكان، هسيب لكم طبعا لينك الصفحة تحت في صندوق الوصف. تاني حاجة الفاونديشن بتاع فيت مي، الفاونديشن بتاع فيت مي دوت من الفاونديشنز اللي كل ما يخلص لازم اجيب غيره، مهما يعني عايز اقول لكم كمية الفاونديشن اللي عندي، بس ده الفاونديشن بالذات اللي كل ما يخلص لازم اجيبه، لانه يعني انا بحبه جدا وبحب شكله على البشرة جدا. فده يعني حتى في التخليط بيبقى حلو جدا، فالفاونديشن ده حلو قوي، وانا اوريدي عامله لكم عليه اصلا ريفيو كامل، هسيب لكم لينك الريفيو تحت عشان ما اقعدش نرغي كتير. وطبعا العرض اللي معمول عليه في الاوبن دي او صفحه الدكان، طبعا العرض جميل جدا دوت ب 130 جنيه بدل 160 جنيه، فعندي في الاوبن دي كان حلو قوي ان انا اخطف لي واحد يعني. وبرده خدت من الاوبن داي الثلاث فرش دول، الحقيقه هما الفرش دي بتتباع بالواحده يعني بالواحده كده، فبصوا اخترت بقى منهم ايه خدتهم لنفسي، بصوا دي هي منفوشه من فوق بس مبططه من هنا، فعجبتني قوي بصراحه، والماتيريال بتاعتها حلوه كده، عارفين تحس ان هي بواقي ماركات كده، حاجه كده قيمه قوي والماتيريال بتاعتها رائعه. تاني واحده اهي برضو بصوا اهي من نفشتها، الماتيريال بتاعتهم جميلة جميلة، دي الواحدة كانت ب50 باين ولا 55 حاجة كده، ودي برضو شكلها هي دي، بس الوحيدة اللي بصراحة يعني حسيت الشعر بتاعها بيقع شوية، دي حسيت الشعر بتاعها بيقع شوية، لكن الاتنين دول حلوين قوي. فهي طبعا لازم يعني حاجه حظك بختك يا ابو بخيت، لازم يعني مش كل حاجه هتطلع 100 100 يعني، فطبعا لازم الواحد يتقبل ما دام حاجات كويسه من ضمنهم حاجه واحده مش حلوه عادي يعني. بس عجبتني قوي فكره ان انا اشتري فرشه واحده انا محتاجاها، مش لازم اشتري ست على بعضه، فاهمين؟